السلام عليكم متتبعي الاعزاء، نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير ومرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم غادي نشارك معكم وصفه البريوات ديال كاوكاو بنكهه اللوز للناس اللي كيبغيو بريوات بثمن مناسب وفي نفس الوقت ما فيهمش بنه الكاوكاو مجهده. غادي نخليكم تاخذوا المقادير وبعد منهم الطريقه. غادي نحتاجو نص كيلو ديال ورقة البسطيلة تكون حجم كبير، ربعة ديال الكاوكاو بلا قشور. غادي تنقيوه وتحيدو منو هاد البلاصة هادي حيت هي اللي كتطلق ديك المرورية تاع كاوكاو. نص معلقة صغيرة ديال القرفة، معلقة كبيرة ونص ديال العسل أولا نستلي كراميل اللي كان متوفر، مزهر حسب الخليط تقريبا 3 معالق كبار، كاس لاروب ديال السكر كلاصي اللي هو 80 غرام، 25 غرام ديال الزبدة تقريبا معلقة كبيرة عامرة، وأخيرا عندنا الروح ديال اللوز والروح ديال الزهر، بالنسبة لروح الزهر غير اختيارية. غادي ناخدو كاوكاو وغادي نسلقوه مع شوية على الحامض تقريبا شي 2 دقائق في الماء طيب. منين ندوز ديك 2 دقائق غادي نبدلو عليه الماء، وهاد العملية غادي نكرروها 3 مرات، وفي المرة الأخيرة غادي نزيدو شوية روح اللوز. دابا من بعد ما سلقناه وحيدنا منه ديك المرورية ديالو غادي نشفوه مزيان بشي سربيتة. من بعد ما نشفناه دابا غادي نقليوه في شوية تاع الزيت، وهاد العملية غادي تاخد لكم شوية تاع الوقت بحكم انه مسلوق. كيف ما كتشوفوا ما كيخرج اللون ديالو بحال اللون ديال الكاوكاو، تيخرج ذهبي بحال ديال اللوز، وحتى الريحة ديالو ما كتكونش مجهدة. دابا غادي نطحنوه مزيان حتى كيولي بهذا الشكل هذا. هنقرب لكم باش تشوفوا مزيان الشكل ديالو. دابا ملي نطحنا كلشي غادي نزيدو الزبده تكون بحراره المطبخ، العسل، سكر كلاصي، الروح ديال اللوز حسب الذوق، انا درت معلقه صغيره ما عامراش، القرفه، روح الزهر، وكيف ما قلت لكم روح الزهر غير اختياريه. دابا غادي نجمعوا الخليط بمزهر حتى نحصلوا على واحد العجين اللي كيكون معلق، انا تقريبا درت فيه 3 معالق كبار، وهذا هو الشكل ديالو، تيكون معلق وكيتكور بسهوله، واخا يبان لكم شي شويه مطلوق راه مازال كيشرب. دابا غادي نشكلو منو كويرات صغار بوزن 7 غرام تقريبا، وغادي نقطعو الورقة ديال البسطيلة شرائط يكون العرض ديالهم 4 سنتيمتر، بطبيعة الحال خاصنا نحتافظو بهم في كيس بلاستيكي. غادي نحط كرة من العجين وغادي نصوب مثلث صغير بهاد الطريقة هادي. هاد المرحلة الأولية هي اللي مهمة، خاص المثلث يكونوا الأطراف ديالهم قادين مزيان وما نديروهش كبير حيت مازال غادي تطوى. دابا غادي نحاولوا نوصلوا العجين للاطراف ديالو ونكملوا الطوي بهذه الطريقه. وفي الاخير كنسدوا بخليط الماء والدقيق وكنقطعوا فائد العجين. وكنلحموا الاطراف. من بعد ما نشفو دابا البريوات غادي نقليهم في الزيت، غادي ندير الزيت يسخن، ومنين غادي نلوح في البريوات غادي نقص عليه العافيه. كيف ما سبق ليا وقلت لكم خاصهم يطيبوا على عافيه مهيله باش يجيو مقرمشين، وما تنساوش تقلبوهم على 2 جوج. منين يولي اللون ديالهم ذهبي متوسط يعني ما تحمرهمش بزاف غادي نطفيهم في العسل. ومن بعد ما كنصفيهم كنزينهم حسب الذوق، انا درت لهم شي شويه تاع اللوز ايفيلي،
وهكذا نكون وصلنا لنهاية الفيديو. نتمنى أن الوصفة تكون عجبتكم، وبالصحة والراحة، وعواشركم مبروكه.